فاخذنا الان الفالف، الفالف لاحظوا في الها سيتنج وراح يدخلها برودكت معين. هلا لو اخذنا البامب، البامب عم تعطيني كونستنت فلو وسمينا احنا اظن سميناه كيو في، ومش راح احط از فانكشن اوف تايم لانه هو كونستنت. اوكي، هذا راح ينضرب الان ضرب في الاوبننج تبعت الفالف، مزبوط؟ هي هالضرب هون، وفتحة الفالف هي البوزيشن تبع الفالف، البوزيشن تبع الفالف فاتح كثير او لا. هلا ايش الليمتس، الهارد ليمتس تبعت الفالف؟ 1 و0، مش هيك؟ اذا لازم يكون في عندي الان، هلا لاحظوا في عندي انتجريتر، لانه الطريقه اللي راح احط فيها الفالف، انا ما راح اطلب منك اقول لك حط لي الفالف على 50%، شو راح اقول؟ افتحها شوي او سكرها شوي. وهيك احنا بنشتغل اصلا لما لو اجيت اطلعت انا ولقيت الاضاءه هون خفيفه، شو بقول لك اعمل؟ شو بقول لكريم اعمل؟ بقول له زيدها شوي، ولا بقول له حطها على 70%؟ اذا زيدها شوي شو يعني؟ ايش عمالي بعمل؟ انتجريشن. فالفالف نفس الشيء، راح يكون عندي فالف، والفالف راح اقول افتحها شوي او افتحها بسرعه او افتحها كثير. اذا قلت له افتحها بسرعه راح ياخذ خلال فتره مثلا سكند راح يفتحها كميه كبيره، اذا قلت افتحها شوي شوي خلال فتره سكند راح يفتحها فتره بسيطه من هون. وعندي هون كمان هارد ليمت، الهارد ليمت شو راح يكون؟ 0 و 1، لاني عمالي بقول راح ايش راح يقول لي جاوبني؟ يقول لي دكتور خلص فاتحه على الاخر. انا حاولت اشدها من هون بس هي فاتحه على الاخر، هذا اعلى شيء، ما في اعلى من هيك ولا في اوطى من هيك. اذا هذا اللي هو تفسير الهارد ليمتس اللي من هون. وطبعا هذا كمان راح يكون لها انيشال فاليو، وراح نسمي الانيشال فاليو فالف انيشال فاليو، مش هيك؟ مش لها انيشال فاليو، يعني اول ما اجيت على السيستم لقيت الفالف مفتوحه من نص فتحه او مفتوحه كامله او مسكره كامله من هون. وهذا راح يجيني هو الانستركشن اللي هو اكشن، فالف اكشن. يعني ايش بعمل بالفالف؟ هلا لاحظوا هون انا بكبس كبسه، بكبس كبسه فتح وتسكير، ما بقول له روح على فاليو معين، ولذلك عملنا انتجريشن. يعني لو قلت له روح 3 مرات على الهاي وافتحها فتحه خفيفه، شو راح يصير في البوزيشن؟ فتحه واحده، 2 3، مش هيك؟ فهذه هون في عندي انتجرال اكشن بالفالف، والفالف راح يصير يزيد البوزيشن تبعها او ينزل البوزيشن تبعها حسب. وهلا هون راح يطلع عندي، هلا هون عندي كيو في، هذا عندي هون اكشن راح نسميها مثلا في اوف تي، بلاش في لانها في صارت، خلينا نسميها في اي. هون راح يطلع معي كيو ان اوف تي، مضبوط؟ وين هاي بشبك الكيو ان اوف تي؟ هلا هذا ايش بقدر اعمل فيه كمان؟ كرييت سب سيستم وبسميها فالف بلوك. في لها هلا هون البامب راح اعتبرها في داخلها، راح اعتبرها جزء من البامب، فبعتبر الفالف والبلوك بلوك واحد، وبس داخلهم اكشن، انه هذا هو التحكم الوحيد اللي متوفر لي من هون. اذا نطلع هذا السيستم شو الانبوت تبعه، شو الانبوت تبع البلانت، عفوا هاي البلانت، الانبوت للبلانت ايش انا بتحكم؟ بكبسه الفالف، بفتح وبسكر. هذه راح تعطيني نيجاتيف نيجاتيف، بوزيتيف بوزيتيف، هذا راح يعطيني لارج نيجاتيف فاليو، هذا سمول نيجاتيف فاليو، هذا راح يعطيني لارج بوزيتيف فاليو، وهذا سمول بوزيتيف فاليو، لارج بوزيتيف فاليو. اذا اعطيت نيجاتيف فاليو للانتجريتر ايش راح يصير بالاوتبوت تبعه؟ راح يقل. اذا اعطيت بوزيتيف فاليو للانتجريتر ايش راح يصير بالاوتبوت تبعه؟ راح يزيد. اذا هي عندي جاهز البلوك. اذا هاي البلانت اللي احنا لو احنا في الواقع راح تكون هذه بلانت حقيقيه بنتحكم فيها، بس احنا عشان اقدر اكمل واعمل السيميليشن جبت هاي البلانت وانا عملت لها موديل وحطيتها في داخل السيستم. صار عندي هون الانبوت تبع السيستم هو البامب، الفالف، الكبسه تبع اللي بكبس فيها الفالف، والاوتبوت ايش بيطلع معي؟ اتش اوف تي. واذا حبيت اغير بعض البارامترز راح احط هدول كونستنتس، يعني ايه راح احطها كونستنت بس انا بقدر اغيره. التانك قاعده التانك راح احطها كونستنت بس انا بقدر اغيرها، الابر ليميت تبع التانك بقدر اغيره اذا بدي، اذا بدي اعمل ارتفاعه مثلا 3 متر او 4 متر بقدر اغيره من هون، الانيشال فاليو تبع مستوى المي في التانك والانيشال بوزيشن تبع الفالف بقدر اغيره، اوكي؟ هي صار عندي موديل كامل لل